نحاولوا نشرحوا هذه الطريقه ديال لا دوز كيفاش كتخلط. بحال مثلا عندي واحد البرودوي ديال 40 سي سي بار هكتوليتر، بحال مثلا نهضروا على واحد البرودوي ابولو هذا ديال لي زكريان، لا دوز ديالو هي 40 سي سي بار هكتوليتر، يعني كل 100 لتر اللي هي هذه هكتوليتر راه هي 100 لتر، كل هاد 100 لتر كنخلط فيها 40 سي سي، يعني 40 مليلتر. سي سي هي مليلتر، هكتوليتر راه هي 100 لتر. هادي غير درتها على خط مستقيم، هاد 40 سي سي بار هكتوليتر هي كل 40 سي سي كتخلط في 100 لتر ديال الماء. قال لك هنايا خلط لي يا سيدي 500 لتر، 500 لتر ديال الماء، شحال غندير فيها ديال البرودوي هنايا؟ هذه هي العلاقه الثلاثيه، ديما هاد الوحده خص تكون تحت هاد الوحده، وهاد الوحده هي اللي بغيت نجبد انا شحال من سي سي ديال البرودوي اللي غنخلط في 500. كنجي كندير العلاقه الثلاثيه، هاد اكس هادي هادشي هذا كتاخذ 500، كتاخذ هاد الرقم الاول، هاد البرود، هاد لا دوز اللي بغيت نخلط انا، هاد لابويه اللي بغيت نخلط كنضربها في لا دوز ديال ديك 100 لتر مقسومه على 100. هذه هي الطريقه ديال العلاقه الثلاثيه. جاتك الطريقه ديال العلاقه الثلاثيه صعيبه، كاينه طريقه اخرى. عندك نفس لا دوز 40 سي سي بار هكتوليتر، يعني قال لك هنا دير انت هذا الجدول هذا 40 سي سي في 100 لتر ياك. عندك هنا قال لك اسيدي تخلط لي انت 500 لتر، غادي انت غادي تقسم ديك 500 على 100، تعطيك 5 د المرات ياك، ها 100 ها 100 ها 100 اخرى، نزيدو 100 100، يعني 100 200 300 400 500، يعني مجموع ديال هادو هو 500 اللي بغينا نخلطو. وكل 100 قلنا هنا هي 40، كندير هنا 40 سي سي، هنا 40 سي سي، هنا 40 سي سي اللي هي مليلتر، 40 سي سي، هنا 40 سي سي، وندير التوتال ديالهم هنا. هاد التوتال ديالهم هو اللي غنخلط في هاد 500 لتر، اللي هي التوتال ديال هاد 100 100 100 100. جاتك العلاقة الثلاثية صعيبة في الأول، بدا خدم بهاد الطريقة، وبدا خدم بهاد العلاقة الثلاثية وشوف إلا كتخرج لك نفس النتيجة مزيان. كنتي كتلقى شي صعوبة شوية بشوية حتى تولف. بالنسبة لأكراميت، أكراميت راه لادوز ديالو هي 25 سي سي بار هكتوليتر، ولكن نتا ربما باغي تداوي لوكاليزياك، باغي تداوي غير الشجرة ديال اللي فيهم لي فوايي ماشي لو بارسيل كلها، بغيتي تداوي غير لوكاليزي، درتي دوبل لادوز. راه ملي كتبغي تداوي هاد البرودوي راه خصك تريكلي البي اش ديالو ياك، نسيت هاد القضية ما قلتهاش ليك في الأول، البي اش ديالو خصك تريكلي. نتا قلتي لي بغيت تخلط 50 سي سي ياك في 100 لتر، هادي هي لادوز اللي بغيت تخدم بها ياك في 100 لتر، بغيتي تخلط 14 لتر، راه كما قلنا الأخ في الأول الوحدة تحت وحدة، نتا راه قلبتي درتي هنا 14 لتر هنا. حنا راه بينا نعرفو شحال ديال هاد البرودوي نديرو، ديما الوحدة تحت الوحدة، هاهي لتر تحت لتر، ديك الساعة غنجي ندير هاد العلاقة الثلاثية، إكس كتساوي هاد 14 مضروبة في هذا مقسومة على هذا، ديما هذا مضروب في هذا، هداك اللي مقابل ديال ديك العدد مجهول هو اللي كناخدو كنضربو في هاد اللي فوق هداك العدد اللي في المجهول كنقسمو على هذا. شوف الطريقة باش تعقل عليها، هادي هي العلاقة الثلاثية.